انتعاشة كبيرة تنتظرها صناعة أشباه الموصلات العالمية في ظل التوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية العالمية. فمن المتوقع ارتفاع مبيعات الرقائق الإلكترونية العالمية خلال العام الجاري إلى ما يقرب من 600 مليار دولار. يأتي هذا التفاؤل بارتفاع مبيعات الرقائق خلال عام 2024 في ظل استمرار التطور التكنولوجي، حيث يتطلع العالم إلى تطبيقات جديدة ومبتكرة في مجالات السيارات ذاتية القيادة والتطبيقات الطبية الذكية والأجهزة المحمولة والعديد من الصناعات الأخرى. رابطة صناعة أشباه الموصلات SIA كانت قد أعلنت تراجع المبيعات العالمية لصناعة الرقائق الإلكترونية خلال العام الماضي بنسبة تبلغ نحو 8%، بما يعادل نحو 527 مليار دولار، باستثناء أوروبا المنطقة الوحيدة التي سجلت نمواً بلغ 4%. وفي ظل صراع الولايات المتحدة والصين، تسعى واشنطن للحد من قدرة بكين على الوصول إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة. تأتي هذه الخطوة نتيجة للقلق الأمريكي من الصين التي تشكل تهديداً مباشراً على الأمن الأمريكي.